معي لمناقشة هذا الأمر من تونس المحلل السياسي الأستاذ رياض جراد. مرحبا بك أستاذ رياض، معنا دائما على شاشة الحدث. أسباب غير معلنة لهذه الخطوة، فكيف يمكن قراءتها؟ والأسباب غير المعلنة نشرحها أيضا في هذا الحوار. أهلا وسهلا سيد الكريم، وشكرا على الاستضافة. بداية دعني أوضح بأن هذا التحوير الحكومي اليوم تم الاشتغال عليه منذ أن تم تكليف السيد كمال المدوري على رأس الحكومة خلفا للسيد رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني. بعض الملاحظات التي سأسوقها بعجالة فيما يتعلق بهذا التحوير الحكومي اليوم: الملاحظة الأولى هي أن التحوير تقريبا شمل أغلب يعني الوزارات، والملاحظة الثانية أن في هذا التحوير تم الإبقاء على بعض الوزارات السيادية والمهمة والحساسة الأخرى، ومنها أو لنقل هي على التوالي وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التجهيز، ووزارة الصناعة. الملاحظة الثالثة أيضا أنه في هذا التحوير تم الإبقاء على 4 نساء على رأس الوزارات التي يشغلونها، وفي هذا أعتقد أنه رسالة من الرئيس قيس سعيد وتأكيد منه على المراهنة أو على مواصلة المراهنة على المرأة التونسية، والتأكيد على المراهنة على تمكين نساء تونس من الحياة السياسية في تونس. لأنه وضحت هذه الفكرة أستاذ رياض، اسمح لي فقط يعني لضيق الوقت، اسمح لي أستاذ رياض، يعني الخطوة الكثيرون اعتبروها مفاجأة أو مفاجئة إن صح التعبير، لكن الخطوة الآن نريد أن نفهم الأسباب، يعني هي على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاق الانتخابي. نعم سيد الكريم، هو في الحقيقة هذا سؤال وجيه وسؤال يثار ويتداول اليوم يعني في تونس. أولا كما قلت، هذا التحوير الوزاري لم يكن مفاجئا، لأنه منذ تولي السيد رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري تم الاشتغال على هذا التحوير بتعليمات واضحة ومباشرة من الرئيس قيس سعيد. ثم في اعتقادي يجب أن نفرق بين مسألتين، وأن نميز بين الانتخابات الرئاسية المقبلة من جهة كموعد يعني محدد ومتجدد يقول فيه الشعب التونسي صاحب السيادة كلمته فيما يتعلق بالشخص الذي سيختاره على رأس الدولة، وبين يعني السير العادي والطبيعي لدواليب الدولة وبين استمرارية الدولة. إذن دعني أقولها وبكل وضوح، هذا التحوير الحكومي اليوم فرضه الواجب وفرضته المسؤولية الوطنية، وفرضته كذلك التعثرات التي شهدتها تونس خلال المرحلة الفارطة من تعثرات ومن إخفاقات على مستوى الدولة وعلى مستوى التعطيلات التي شهدتها الدولة سواء على مستوى مركزي أو جهوي أو محلي في تونس. وبالتالي كان لزاما على الرئيس قيس سعيد أن يقوم بهذا التحوير الحكومي من أجل استمرارية الدولة ومن أجل يعني السير العادي والطبيعي لدواليب الدولة. وبالتالي هذا التحوير الحكومي ليس له أي أدنى علاقة بالموعد الرئاسي المقبل، تقريبا تفصلنا عليه 4 أسابيع قليلة، ومن خلال هذا الموعد سيختار الشعب التونسي صاحب السيادة وسيعبر عن إرادته بكل حرية. هل له علاقة هذا التحوير الجديد بما تحدث عنه سعيد قبل أيام قليلة من حملة كما وصفها بالمسعورة على تونس؟ هل يخشى شيئا ما؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. الليلة وأن يعني تابعتم ولاحظتم الكلمة كذلك التي ألقاها الرئيس قيس سعيد إثر موكب الأداء اليمين لهؤلاء الوزراء، قال رئيس الجمهورية وأكد أن هذا التحوير اقتضاه الواجب نظرا للتعطيلات التي شهدتها مؤسسات الدولة وشهدتها المرافق العمومية للدولة، وبالتالي كان لزاما على الرئيس أن يقوم بهذا التحوير
من أجل يعني فرض احترام القانون ومن أجل يعني أن لا تتعطل مصالح المواطنين سواء على مستوى مركزي أو جهوي أو محلي، على مستوى الإدارات وعلى مستوى الوزارات لا أكثر ولا أقل. ولكن هذا كذلك لا ينفي صحة ما قاله الرئيس قيس سعيد فيما يتعلق ببعض الأطراف الداخلية التي ارتمت في أحضان الخارج للأسف، والتي يعني تقوم بحملة مأجورة ومسعورة تستهدف تونس وتستهدف أمنها القومي وتستهدف كذلك مؤسساتها ورموزها، وهذا واضح حتى من خلال بعض يعني المنابر الإعلامية سواء الداخلية أو الخارجية، وواضح من خلال الصفحات المأجورة التي تم إنشائها وضحت الفكرة مؤخرا من الخارج والتي تستهدف تونس صباحا ومساء. شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا إذن من تونس، المحلل السياسي الأستاذ رياض جراد على كل هذه الإيضاحات.